بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. 奉至仁至慈的安拉之名，当那件大事发生的时候，没有任何人否认其发生。那件大事是能使人降级，能使人升级的。当大地震荡，山峦粉碎，化为散漫的尘埃，而你们分为三等的时候，ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. 幸福者是何等的人？薄命者是何等的人？最先行善者是最先入乐园的人，这等人却是盟主的眷顾的，他们将在恩泽的乐园中。许多前人和少数后人在珠宝相承的床榻上彼此相对地靠在上面。يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. 长生不老的童仆轮流着服侍他们，捧着盏和壶与满杯的礼泉，他们不因那礼泉而头痛，也不酩酊。他们有自己所选择的水果和自己所爱好的鸟肉，还有白皙的美目的妻子，好像藏在蚌壳里的珍珠一样，那是为了报酬他们的善行。他们在乐园里听不到恶言和谎话，但听到说祝你们平安，祝你们平安。وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا
عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 幸福者是何等人，他们享受无刺的酸枣树，结实累累的香蕉树，漫漫的树荫，泛泛的流水，丰富的水果，四时不绝，可随意摘食。与被升起的榻，我使他们重新生长，我使他们常为处女，依恋丈夫，彼此同岁，这些都是幸福者所享受的，他们是许多前人和许多后人。لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 薄命者是何等人，他们在毒风和沸水中，在黑烟的阴影下，既不凉爽又不美观，以前他们却是豪华的，却是固执大罪的。他们常说，难道我们死后已变成尘土和枯骨的时候，我们必定要被复活吗？连我们的祖先也要被复活吗？你说，前人和后人在一个著名的日期的特定的时间必定要被集合。ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 然后迷雾的否认复活的人们啊，你们必定是攒乎木的果实而以它充饥，然后痛饮沸水，像害消渴病的骆驼饮凉水一样，这是他们在报应之日所受的款待。نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 我曾创造你们，你们怎不信复活呢？你们告诉我吧，你们所设的精液究竟是你们把它造成人呢，还是我把它造成人呢？我曾将死亡分配给你们，任何人不能阻挠我，不让我改变你们的品性，
而使你们生长在你们所不知的状态中，你们却已知道初次的生长，你们怎不觉悟呢？أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 你们所耕种的庄稼，究竟是你们使它发荣呢，还是我使它发荣呢？假若我抑郁，我必使它凋零，而你们变成诧异者。你们将说，我们是遭损失的，不然，我们是被剥夺的。أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم 你们告诉我吧，你们所饮的水，究竟你们使它从天上降下呢，还是我使它降下的呢？假若我抑郁，我必使它变成苦的，你们怎么不感谢呢？你们告诉我吧，你们所赚取的火，究竟是你们使碎木生长呢，还是我使它生长呢？我以它为教训，并且以它为荒野的居民的慰藉，故你应当颂扬你的主的大名。فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين 我必以星宿的末路处盟誓，这却是一个重大的盟誓，假若你们知道，这却是宝贵的古兰经，记录在珍藏的经本中，只有纯洁者才得抚摸那经本。古兰经是从众世界的主降世的。أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 难道你们藐视这训词而以否认代替感谢吗？你们怎么不在灵魂到死者的咽喉的时候，那时候你们大家看着他，我比你们更临近他，但你们不晓得。فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين如果你们不是受报应的，你们
怎不使灵魂复返于本位呢？如果你们是说实话的。فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين 如果他是被眷顾的，那么他将享受舒适、给养与恩泽的乐园。如果他是幸福者，那么一般幸福的人将对他说：“祝你平安。” فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم 如果他是迷雾的否认复活的人那么他将享受沸水的款待和烈火的烧灼，这却是无可置疑的真理。故你应当颂扬你的主的大名。